في اليوم الثاني عشر من رمضان سنة 597 هجريا توفي الإمام أبو الفرج ابن الجوزي شيخ العراق وإمام الحديث والفقه واللغة والتفسير وصاحب التصانيف الكثيرة التي بلغت نحو 300 مصنف، من أبرزها المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وصفو الصفوة وأخبار الأذكياء وغيرها. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان لسنة 1425 هجريا سجل مقتل 87 مسلما على يد قوات الأمن التايلاندية في مظاهرات قام بها آلاف المتظاهرين المسلمين في إقليم ناراثيوات الذي يقطنه غالبية مسلمة جنوب تايلاندا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين مسلمين. في الثاني عشر من شهر رمضان عام 265 هجريا تم الانتهاء من بناء جامع ابن طولون بالقاهرة، وهو الجامع الكائن في ميدان ابن طولون بالقاهرة بالقرب من مسجد السيدة زينب في حي السيدة، وهو ثالث المساجد في مصر بعد مسجد عمرو بن العاص ومسجد العسكر الذي لم يعد له وجود. وأنشأ المسجد أحمد بن طولون الذي تولى حكم مصر في فترة الخلافة العباسية، وتم تعيينه من قبل الخليفة العباسي، وقد شرع في بنائه عام 263 هجريا وانتهى منه في مثل هذا اليوم من عام 265 للهجرة. في الثاني عشر من رمضان عام 666 هجريا فتحت أنطاكيا على يد الظاهر بيبرس، وقد خرج بيبرس من طرابلس دون أن يطلع أحدا من قادته على وجهته، وأوهمهم أنه يريد بلدا آخر غير أنطاكيا، وكان يسير بالليل وينزل على البلاد بالنهار حتى لا يتمكن الصليبيون من معرفة هدفه، وعمل على تقسيم جيشه إلى ثلاث فرق. اتجهت فرقة منها إلى ميناء السويدية، أما الفرقة الرئيسية التي كانت بقيادته فتوجهت مباشرة إلى أنطاكيا، وضرب حولها حصارا محكما في أول رمضان سنة 666 للهجرة. وبعد أن فرض عليها الحصار طلب أهلها الأمان وأرسلوا وفدا للتفاوض معه، ولكنهم اشترطوا شروطا رفضها بيبرس، فشدد في حصارهم حتى فتحها بالقوة، وغنم المسلمون الغنائم الكثيرة وأطلق من فيها من أسرى المسلمين، وعادت هذه المدينة إلى المسلمين بعد أن سيطر عليها الصليبيون 170 عاما. وكان سقوط أنطاكيا أعظم فتح حققه المسلمون على الصليبيين بعد معركة حطين. في الثاني عشر من رمضان لسنة 672 هجريا رحل صاحب الألفية ابن مالك أبو عبد الله الحياني صاحب التصانيف، ولد في حيان وتوفي بدمشق. هو لغوي أندلسي مشهور ومن الأئمة المشهورين في علم النحو وسائر علوم اللغة العربية، اشتهر بألفيته في النحو وهي أرجوزة من ألف بيت في القواعد، وكانت وما تزال أساس كتب التدريس في علم النحو مع شرحها لابن عقيل ولابن مالك.